نسمع اليوم شيء غير اللي سمعناه في المرتين اللي راحت، لأنه أنت قلت كل اللي ممكن تقوله عن وضع الاتحاد وحالته، وصف الحالة احنا شايفينها. أعطينا حلول، نبغى حلول. هل تؤيد عقد جمعية عمومية غير عادية للاجتماع مع الإدارة؟ لأنه الجمعية العمومية مش بالضرورة هدفها إقالة الإدارة، ممكن يبغوا يجلسون، ممكن يقدمون دعم. يعني أنت ايش تأيد؟ والله خليني اتكلم، لازم ارجع اتكلم بصفة عامة. خلص الكلام، نعم، وقلنا كل شيء ممكن نقوله عن نادي الاتحاد، لكن للأسف المشكلة مش في الكلام، ولا المشكلة في الأفعال اللي قاعدين نشوفها. لا تليق هذه النتائج ولا المستويات ولا تراكم الأوضاع بنادي الاتحاد، لكن للأمانة لازم نقولها إنها تليق جدا بهذه الإدارة، تليق بمستوى ضحالة الفكر، سوء العمل، سوء التدبير، الوعود الفارغة اللي تطلق. وآخر وعد أطلقته الإدارة كان قبل 8 أسابيع، قالت بعد مباراة الأهلي مباشرة قبل شهرين، قالت انتظروا الفريق بعد 8 أسابيع بشكل مختلف تماما. هذا الفريق اللي وعدت فيه أنمار، هذا الفريق اللي الكل ينتظره منك، وكلنا يومها استغربنا كيف توعد بفريق في 1 يناير تفتح الفترة الشتوية. لكن واضح أنه هذه سلسلة وعود وكلام معلب يطلق لجمهور نادي الاتحاد من أفكار خاوية لا توجد لديهم قدرات ابدا لتسيير نادي كبير مثل نادي الاتحاد. خليني اقول لك شيء، الوضع الاتحادي احنا شايفينه خلاص. انا ابغى حلول اليوم، يعني فعلا نبغى نقدم نشارك في تقديم حل. اذا في حل، انت مش يعني شاهدت الوضع الاتحادي، ايش الحلول اللي تبغى تقدمها للاداره او للكيان؟ بلاش الاداره، ما في يا ابو جود، الاداره اصلا ما هي موجوده عشان تسمع. الاداره ما هي موجوده الان، ما هي يعني في قوقعه منفصله تماما عن مدرج الاتحاد. لاكثر مره جمهور الاتحاد يطلب حل، يطلب يصبر على ايش، يطلب انه احد يوضح له، ما في شيء. الاداره هاربه من امام الجماهير، ما تطلع توضح له ولا حاجه. تبغاني اقدم لها حل كيف؟ ترى بعد كل خسارة وبعد كل فترة توقف وبعد استمرار المشاكل، كل اللي تستناه يوم يومين وترجع تشوف نفس الابتسامات والضحكات، وصورني وأنا مهتم في التمارين. الاتحاد تحول اليوم إلى عبارة عن سلم كبير للشهرة، لكن للأسف بدون قدرات. الاتحاد اليوم أصبح عبارة عن أكبر قاعة تصوير، عبارة عن تصوير للمشاهير بدون أي شيء قاعدين نشوفه على أرض الواقع. تبغاني أكلم مين؟ الإدارة ما هي موجودة تكلمها، على فكرة أبدا ما هي موجودة في نادي الاتحاد. وأنا قلت من 3 شهور أنا ماني شايف أمامي إدارة. إيش اللي تبغى تسوي؟ يعني أخلت مسؤوليتها عن ممكن إنقاذ نادي الاتحاد. حتى لو قلنا البناء، ترى البناء يبغاله أفكار كبيرة، يبغاله ناس قادرين. مسؤولية البناء أصعب من مسؤولية أنك تركب موجة النجاح. أنمار الحالي في أول السنة يقول لك أنا أوعدكم بالعالمية في أقصر وقت، والآن شارد من أمام الجمهور ما يتكلم. بكرة في جمعية عمومية غير عادية، بكرة في جمعية عمومية غير عادية. الحل أنه نستمر في الرأي الصادق، أنه طالب الإدارة بالرحيل فورا. إذا كانت الإدارة ما تسمع، ما تستوعب، ما هي معايشة معانا في الواقع، وأعلن الاتحاد إفلاسه من الرجال من الغيارة اللي ممكن ينقذوه من الحل أنك تستمر تقول رأيك الصريح أنه هذه الإدارة فاشلة. ما هي أول إدارة فاشلة ترحل، إدارة فاشلة ترحل وبس. مين البديل؟ يمشوا بعدين نشوف. إذا هيئة الرياضة فتحت أنظمة ولم يتقدم سوى أنمار ولا يوجد أبدا بديل غيره، أو في أحد من الأسماء السابقة عنده أي رغبة أو حتى قدرة أو اهتمام بنادي الاتحاد، فالحل أنه يمشوا الإدارة أو تجي هيئة الرياضة تضع يدها على نادي الاتحاد. إذا غير مهتمة فالصمت على الفشل ما حيجلب نجاح، مدح العمل السيء ما حيخلق عندنا تصحيح للأوضاع. من مشكلة في مصيبة إلى أن يتحرك الاتحادين. بكرة في جمعية عمومية، إيش الغرض منها؟ ما تدري. الإدارة هي اللي طلبت بعقد جمعية غير عمومية، غير عادية. إيش الأجندة؟ فقط استعراض الأمور المالية غير عادية. إيش المطلوب منها؟ مطلوب منها فقط استعراض الأمور المادية. إما أنها مسرحية جديدة تبغى تقول والله ما في أحد مهتم، رغم أنها لا أعلنت زي أي جمعية عمومية، ما أعلنت أنه تعالوا يا أعضاء الشرف ترى التسجيل مفتوح للانضمام، ولا حسب ما سمعت أنه ما خاطبوا أحد من أعضاء الجمعية، ومتوقع أنه ما بيحضر أصلا الإدارة السابقة لؤي ناظر وآل كامل أكثر من نصف الأعضاء منهم. كان اجتهاد شخصي منهم انهم يسجلوا في العضوية الجمعية العمومية لدعم النادي. اليوم هل تتخيل انه هؤلاء الاسماء حتحضر بكرة عشان تقول لك شكرا، ولا تقول لك انا حتحمل المسؤولية؟